بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات مع أول حلقات الفيزياء للصف الثاني عشر. في حلقتنا لهذا اليوم رح نتناول مع بعض الوحدة الثانية الكهرباء والمغناطيسية الفصل الأول اللي هو الحث الكهرومغناطيسي. انتظرونا بعد فاصل قصير. وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات من جديد. كما ذكرنا في حلقتنا لهذا اليوم رح نتناول مع بعض الوحدة الثانية الكهرباء والمغناطيسية. رح ندرس منها الفصل الأول اللي هو الحث الكهرومغناطيسي. أول درس من الحث الكهرومغناطيسي رح نتعرف على مفهوم التدفق المغناطيسي. ما هو التدفق المغناطيسي؟ لو فتحنا نافذة الغرفة في يوم من الأيام نقول إن الهواء يتدفق من نافذة الغرفة. مثل هذا المثال راح نعرف مع بعض التدفق المغناطيسي. من اسمه تدفق مغناطيسي، معناته خاص في منه؟ خاص في خطوط المجال المغناطيسي. إذن التدفق المغناطيسي اللي رمزه فاي هو عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق سطحا مساحته A بشكل عمودي. نلاحظ مع بعض من التعريف، لو نبي نطلع علاقة رياضية للتدفق المغناطيسي فاي راح نقول هو عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق سطحا أو مساحة سطح معينة. إذن راح نقول فاي تساوي B مضروبة في الـ A مضروبة في كوساين ثيتا، حيث أن البي هي شدة المجال المغناطيسي الذي يخترق السطح ووحدته تسلا كما أخذنا في الصف الحادي عشر، والأي هي مساحة السطح التي تخترقها خطوط المجال المغناطيسي، طبعا وحدتها متر مربع. كوساين ثيتا، منو هي الثيتا؟ الثيتا هي، ننتبه على الزاوية، ثيتا هي الزاوية المحصورة بين متجه مساحة السطح وخطوط المجال المغناطيسي. لما أنا أقول الزاوية المحصورة بين متجه مساحة السطح وخطوط المجال المغناطيسي، إذن ثيتا هي الزاوية المحصورة بين العمود المقام على هذا السطح وخطوط المجال المغناطيسي. فيكون فاي هو التدفق المغناطيسي ووحدته، طبعا من العلاقة الرياضية نلاحظ أن وحدته تسلا ضرب متر مربع، وهي تكافئ الوبر. إذن الوبر هي وحدة قياس التدفق المغناطيسي، وهي تكافئ تسلا ضرب متر مربع. إنزين، خلينا نسأل روحنا، هل التدفق المغناطيسي كمية عددية أم كمية متجهة؟ نلاحظ من العلاقة الرياضية أن التدفق المغناطيسي هو كمية عددية. ليش؟ لأنه ناتج من حاصل الضرب العددي لكميتين متجهتين، هما شدة المجال المغناطيسي B ومتجه المساحة A. ما هي العوامل التي يتوقف عليها التدفق المغناطيسي فاي؟ نلاحظ طبعا من العلاقة الرياضية فاي تساوي بي ضرب اي ضرب كوساين ثيتا. إذن أول عامل هو شدة المجال المغناطيسي الذي يخترق السطح، نرمز له بالرمز بي. ثاني عامل هو مساحة السطح التي تخترقها خطوط المجال المغناطيسي، طبعا رمزها اي. رقم ثلاثة الزاوية بين متجه مساحة السطح وخطوط المجال المغناطيسي اللي هي ثيتا. طبعا تكون العلاقة الرياضية فاي تساوي بي ضرب اي ضرب كوساين ثيتا. لو خذينا